الأزمة اللي احنا مرينا فيها جائحة كورونا هي اللي كانت الوسيلة المنفس الوحيد لهؤلاء الأطفال، لأن كانت مثلا الحدائق مغلقة، الأماكن الترفيهية مغلقة، الألعاب يعني مغلقة، فبالتالي كان هي الوسيلة المنفس الوحيد للأطفال أنهم يقضون يعني أوقاتهم مع وسائل التواصل. وما أقول أن هذا شيء صحي، بالعكس هذا شيء غير صحيح. طبعا اكثر وسيله يستخدمها الاطفال بهالسنتين اللي هي مثل ما نعرف اليوتيوب مثلا، انستغرام، التطبيقات الجديده اللي نزلت مثلا التيك توك، وهذه صار في اكسس وايد للاطفال، وكل شيء له ايجابيات وسلبيات. الايجابيات من الناحيه اللغويه كاختصاصي يتعلمون مفردات جديده، صحيح، جمل جديده، شلون يركبون مثلا الجمل باستخدام مفردات مختلفه، القواعد المختلفة. لكن السلبيات دائما تطغى، إذا كثر ما أنت تستخدم الشيء يعني زيادة عن حده كل ما زادت السلبيات. مضرة بالنسبة لهم من ناحية النفسية، مضرة بالنسبة لهم من ناحية الاجتماعية، مضرة لهم بالنسبة حتى من ناحية الجسدية، لأن كون الطفل في أعمار صغيرة يعني 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات ما دون ذلك، حتى ما يعني لفترة المراقبة، أنه يجلس فترة طويلة باستخدام هذه الأجهزة، فالعضلات المفروض هناك عضلات احنا عندنا عند الأطفال، نقول والله في العضلات الدقيقة، احنا لازم ننمي العضلات هذه، العضلات هذه مو قاعد ننميها، مو قاعد نحركها، فصار فيها خمول. مثلا يصير عندهم مثلا ضعف بالذاكرة، حتى ما ينامون عدل، لو تلاحظ مثلا الأطفال اللي كثر ما يتعرضون للشاشة وايد تصير عندهم مشاكل بالنوم، مشاكل بالتغذية، ضعف بالذاكرة، تصير عندهم مثلا البروبلم سولفينج سكيلز تصير جدا ضعيفه، لان مثلا كل ما يشوفون اليوتيوب مثل ما تشوف الاوتوماتيك تشينج اللي هي فجاه يتغير، وهو فجاه يتغير، فتصير عندهم كل شيء يبونه بسرعه بسرعه بسرعه، ما يبون شيء يكون بطيء عشان يفكرون ويستخدمون يعني their mental skills عشان يحلون المشكله الصغيره. لو بني مثلا من الناحيه الاجتماعيه، الطفل مو قاعد يمارس حياته الاجتماعيه، مو قاعد يمارس حياته الاجتماعية، إنه يكون بين أقران حقيقيين، يعني يلعب معاهم، يتحرك معاهم، يمارسون دور اللعب الجماعي، هذه الأشياء كلها افتقدها الطفل، فصار مثلا فقط مستقبل للمعلومات، أو إنه قاعد يلعب مع ألعاب إحنا نسميها شخصيات وهمية، شخصيات غير حقيقية. وممكن بهالمحتوى إنه في عنف، في ضرب، وما يعرفون الأطفال شنو معنى هذا الشيء، يبون يجربون، فتلقاهم يجربون ويسوون هالشيء. يعني خاصة الحين الأهل رجعوا للشغل، ممكن ما يشوفون شنو المحتوى اللي قاعد يشوفونه الأطفال. أختار برامج ما يكون فيها عنف، ما يكون فيها مثلا مصارعة أو شجار، هذا ألعاب تكون تربوية تناسب الطفل، نحاول قدم كإحنا نشوف مثلا، أو خلينا نحط قصص تربوية، لأن في مثلا كثير من القصص التربوية موجود في الإنترنت. الشيء الثاني اللي ممكن يسبب العنف انه ممكن وسيلة التواصل او طريقة كلامهم متأخرة، ومو عارفين يعبرون عن نفسهم او عن مشاعرهم، فتلقى هذه السلوكيات تطلع. لان انت لما يقولك مثلا هذه البرامج ما تنفع الا لاعمار فوق 18، انت قاعد تخلي طفلك يعني يشوف اشياء مو مناسبة لعمره، يسمع اشياء مو مناسبة لعمره، وبعدين تيجي تشتكي وتقول مثلا طفلي صار عنده سلوكيات هذه، صار عنده عدواني، صار عنده مثلا بعض الألفاظ الغير مناسبة، أخلاقياته تدنت، اللي مثلا الضرب، العنف، الصراخ، فكل ما صارت يعني الإكسبرسيف لانجويج عندهم أفضل، كل ما عبروا عن نفسهم بشكل أفضل، كل ما سلوكياتهم صارت أفضل. الطفل صار يميل إلى الانطوائية، إلى الانعزالية، ما قام مثلا التفاعل، قل عنده التفاعل، زين قد يتلقى مثلا والله بعض الكلمات، بعض المترادفات، او انه يكتسب لغه ولكن ما في عنده تفاعل، يمكن حتى المترادفات او الكلمات اللي قاعد يستقبلها ما يعرف معناتها. اوكي، تطور لغه الاطفال عاده لها عوامل كثيره، طبعا العامل الوراثي يكون رقم واحد، اذا الاهل مثلا الام او الابو تكلموا بسرعه الاطفال راح يتكلموا بسرعه، اذا الام والابو في احد فيهم تتاخر باستخدام اللغة أو فهم اللغة، هني ممكن الطفل اللي يتأخر. الطفل بحاجة إلى من يحاوره ويناقشه على أساس يصير تفاعل معه بالأجهزة والتواصل، هو فقط قاعد يستقبل مو قاعد يتفاعل.
أنت كولي أمر استثمر وقتك يومياً مع طفلك، اقعد على الأقل ربع ساعة 20 دقيقة يومياً، راح تفرق وايد، راح تفرق وايد على الطفل وتأثر عليه بشكل كبير. أنت وكأولياء الأمور، يعني أنا ما أقول الكل ولكن البعض، قاعد يشجع أو يوجه طفله للانعزالية من غير ما يقصد. فدائماً أنا أقترح بهالموضوع هذا، يعني للأهل نعلم عيالنا من صغرهم على المشاعر، فلما يعصب الطفل ما نصرخ عليه، لأن لما يشوف الطفل ردة فعل الأم إنه قاعد تصرخ عليه هو راح يصرخ زيادة، ما راح يسكت. فالأفضل إن الأم أو الأبو يكونون هادين، يشوفون يعني شنو في الطفل، هل الروتين تغير عليه، هل إنه مو عارف يعبر عن نفسه. ممكن إن إحنا نعالج المشاكل هذه إن أنا أقنن التوقيت، أحط لهم وقت معين، وما أحط الوقت إنه يكون قبل النوم، لأن قبل النوم أنت قاعد تشغل المخ، فبالتالي ما راح ينام نومة مريحة الطفل. لك مثلا ساعتين باليوم تشوف التلفزيون أو تلعب آيبادك. طبعا منظمة الصحة العالمية أو حتى الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس شنو قالوا؟ الأطفال اللي يكون عمرهم تحت السنتين ممنوع يشوفون الشاشات، ممنوع منعا باتا. أما الأطفال اللي يكون عمرهم شوي من عمر 2 إلى 5 سنين قالوا إنه كافي عليهم ساعة أو أقل باليوم. فلازم إنه يكون مثلاً يكون مثلاً الأم والأبو أو الزوجين مثلاً قارين، عندهم اطلاع، عندهم مثلاً التعرف على وسائل التربية الحديثة، لأن وسائل التربية كل مالها تتطور، يعني مو نفس وسائل التربية اللي مثربون علينا آبائنا. نحاول ندور شنو الطفل مهتم فيه غير إن القراءة، ونتخلى يعني من خلال اهتمامه. ووايد مهم ان انا اكسبهم وهم اطفال، يعني ما اخليهم والله اقول مثلا هم ريحن اطفال نخليهم على راحتهم، بعدين لما تكون فتره المراهقه انا احاول ان انا اكسبهم، لا، احاول من نعومه اظفارهم ان انا اكسبهم واكون رفيقه لهم واكون محتويتهم، اساس اذا يو في فتره المراهقه عارفين الى من يتوجهون. من الثقه جدا مهمه، الاطفال ما راح يشاركون احد بشيء لما يتأكدون 100% أن أنا أقدر أثق بهالشخص البالغ. رسالتي أولياء الأمور أنكم تشاركون أبنائكم في أنشطتهم، سواء أنشطة تقليدية أو مثلاً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أحاول قدر الإمكان أن أنا أعطي وقتي لي أو لأبنائي ولأطفالي. يحرصون أن علاقتهم تصير حلوة مع أطفالهم، ما نوبخ الطفل طول الوقت، نحاول نكسب الطفل، نكسب ثقته، لأن من نكسب ثقة الطفل الطفل راح يكون صريح ويانا بكل شيء. إذا صارت له مشكلة مثلاً، يعني مثلاً مثل التنمر الرقمي، راح يقول لنا على طول المشكلة، ما راح يخشونها. فهني بالتالي نقدر نتدارك الموضوع لأن كسبنا ثقة الطفل، ويدرون أن ردة فعل الأم والأبو ما راح تكون كبيرة وعكسية.